أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين أودع في كل واحد منا الكثير من الطاقات والكثير من الإمكانات، وجعل باستطاعة كل شخص منا أن يمتلك الكثير من المهارات، أن يتعلم الكثير من العلوم. وأنت حينما تنظر إلى ما عندك من الطاقات، هذا يمنحك الشعور بالأمان ويعطيك القدرة على أن تنطلق في هذه الحياة وتقدم الكثير من الإنجازات فيها، مهما كانت ظروفك صعبة، مهما كانت خسائرك كبيرة. والمطلوب أمام هذه الطاقات التي منحها الله لك أن تكون عبدا شكورا، أن تشكر الله على ما أعطاك من النعم، وأن تشكر الناس الذين عن طريقهم ساق الله نعمه عليك، حتى حينما يأخذ الله عز وجل بعض نعمه منك وأنت تشكره. واحد يقول الله أخذ من عندي نعمة، شلون أشكره؟ مثلا كان عندي زوجة والله أخذها. يا من لا يحمد على مكروه سواه، إذا شكرت الله في المصيبة فهذا يرفع قدرك عند الله. وربما رب العالمين يعوضك عن النعمة التي أخذها بنعمة أكبر منها، ربما. وحتى أن الشكر لله في المصائب فإنه يرفعك عند نفسك ويرفعك عند الآخرين. إذا أجيت إلى واحد شفته خسر مبلغ من المال كبير، وشفته يدردم ويبكي وحزين وعنده كآبة وقاعد في البيت، يسقط في نظرك. هذا إنسان الله خالقه أمام خسارة بسيطة انهار، وعلى العكس لو رأيته جالس وكأنه لم يحدث له شيء، وإذا أحدهم قال إنك خسرت الكثير من المال، يقول مو مهم، المهم جدتي سالمة في الدين، ما خسرت ديني، في الأخلاق ما خسرت أخلاقي. وأنت حينما تشكر الله في جميع النعم والنقم، تشعر حينئذ أن الحياة لم تنتهي بعد، هذا مو نهاية التاريخ، ولا أنك فقدت كل أمل فيها، فهناك دائما المزيد. ونعم الله عز وجل لا تنتهي. يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: من أعطي الشكر أعطي الزيادة. اللي تعلم على أن يشكر ربه ويشكر الناس، هذا معناه الله معطيه زايد، راح يعطيه زايد. من أعطي الشكر أعطي الزيادة. يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولازم الشكر يكون شيء دائم عندك، يعني مو استثناء، مرة واحدة تشكر ربك، لا، تشكر ربك دائما. كان جدنا رحمة الله عليه الميرزا مهدي، كان أنا أتذكر يوم اللي نجلس على سفرة الطعام، كل لقمة يحملها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بلعها بعد المضغ يقول الحمد لله رب العالمين. أنا التقيت بأحد المؤمنين وكان للتو راجعا من تشيع جنازة زوجته، فسليته: عظم الله أجرك، غفر الله لزوجتك، أعطاك الله الصبر والأجر. فقال: الحمد لله على كل حال، لقد أعطاني الله ملايين من النعم، وفي هذا اليوم أخذ نعمة واحدة، وبقيت البقية كما هي. حقيقة كبر هذا الرجل في عيني، كان شكورا رغم أنه كان يفتقد عزيزا على قلبه. لنتعلم
الشكر من صاحب القصة التالية. كان هنالك رجل غني، وكان ينتقل بأمواله وعياله وما يملك من مكان لمكان. في الطريق حامل ما يملك من الأموال وزوجته على ناقة، جاء السيل وأخذ معه كل ما كان يملك من أموال وعيال ما عدا طفل واحد استطاع النجاة والناقة، لكن الناقة هربت منه، فأخذ يركض وراء الناقة وإذا به يسمع صراخ الطفل، فنظر فرأى ابن طفل هذا الصغير في بين أنياب ذئب متوحش، فترك الناقة وركض لإنقاذ الطفل، لكن وصل متأخر فقد مزق الطفل الذئب وقضى عليه. ذئب مزق الطفل، فعاد يركض وراء الناقة حتى لا يموت في الصحراء من الجوع والعطش، لأن يحتاج إلى وسيلة لكي يرجع إلى بلده. أمواله راحت، زوجته راحت، بقية أولاده راحوا، ابنهم كلهم راحوا، بقت عنده ناقة. يوم اللي وصل إلى الناقة ضربته على وجهه فتهشم عظام وجهه وشوهها وعميت عيناه، لكن بالنتيجة قدر يركب على الناقة ويسوقها ويجي للمدينة. التقى به أحدهم بعد أن خسر كل ذلك فقال له: ما تقول الآن؟ قال الرجل: أقول الحمد لله الذي ترك لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، لا زال عندي قلب شكور ولسان ذكور، هذا ما أخذ رب العالمين من عندي. وبذلك أدى تمام الشكر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: تمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.